سلام حبيبتي الغاليات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا هذا البلاطو تاع الكاطو اللي حيدوه كادو المعتمرين، وهذه هي المقادير كما كتشوفوا تاع 2 كيلات. هاد المقادير فيهم 2 كيلات، درت 2 بيض تاع ماكارين وزوج صفار بيض وبيضتان كاملتين. واللي يحب المقادير يقسمهم على 2 وراح يتحصل على كيلة واحدة. هنا درت 1.5 كاس تاع سكر كلاس، ما يعادل كاس غير ربع للكيلة واحدة. هذه بنت ام يوسف اللي راح تدير معكم هذه الوصفه، اللي راح تديها للحجاج ان شاء الله. العقوبه للحجاج، هم اعتمروا والحمد لله كي ولاو بخير. وهكذا حبيباتي راهي تخلط السكر مع الزبده، والكيله هذه تخرج بزاف. كي تقطع لكم راح تقطع بزاف الحبات، يعني تجي الله يبارك زاكيه يعني. وما ما تحبوش الديكوري وها بهذا الديكور تاعها، كاين لي ديكور واحد اخرين، كاين هذوك الاوراق تاع الكوفريت، يعني راهي اشكال متعدده فيها بزاف لي موديل، وانتم واختيار تاعكم. هي اختارت تاع العمره وانتم ديروا واش حبيتوا. وندوبو سكر مليح وزادت المايزينا اللي شاء كاس كومبلي تاع مايزينا باش تعطيها الطراوه، وراهي تحرك. وهنا زادت لافاني، مغرفه كبيره تاع لافاني، سورتو لافاني هذه تاع الميزان كي تكون جديده تعطي رائحة هايلة. وبدأت تدير شوية تاع الفارينة بشوية بشوية، حتى تنشف تدريجيا. واللي يحب يديرها بالباتور تاني تطلع مليح، بصح كي تكون الزبده بدرجه حراره المطبخ يعني تم راح تتخلط لك ما تخافيهاش. وهنا درت كيس تاع خميره، نص كيس، ما كملتش الكيس، وراهي نشفتها بالفارينه. وراح تحطها تريح ماشي بزاف، حطت النص يريح، والنص الثاني حطته في الثلاجة باش ما تخرج لهاش الخميرة، ومام في بلاصة باردة حترتاح لها خير وخير. والنص اللي قاعد راح تفتحه قدامكم وتجيب قطاعة على حسب الشكل هذاك اللي شراته بيان سور، تقطع قدو هذه هي القطاعة. وباسكو زدت تلصق حبة فوق حبة وزدت فيها الخميرة زدت خمر، يسمى هذه حبة تاع كاطو تجي متحوفة، ما تجيش كبيرة بزاف ولا تجي صغيرة تبهدل، هذه تجي سوا سوا. ها هي على هذا الشكل، وحطها في البلاطو وتدخلها للفوق على 180 درجة لمدة 20 دقيقة. وهنايا راح نخدمو لا كريم باتيسيير، كريمة الزبدة. درت بطاطا ماكارين باسكو كان دايبة شوية، انا بديت نخدمها بالباتور وهي ما حبش تفتح، دوك بالعقل بالعقل حتى نفتحها. وهكذا المهم كريمة الزبدة راهي باينة. وشنو درتها انا بالنيتيلا، ما درت لهاش الزيت، درتها غير بالزبدة هكذايا، درت لها شوية تاع السكر ولافاني
وطلعت طلعيها بالباتر حتى تطلع مليح. ها انا درت لها زوج مغارف تاع السكر برك، هاكو تشوفوا راهي تطلع. ديروا لها اي كريمه للطلي عندكم بالشوكولا اللي حبيتوها، ولا اللي ما يحبش الشوكولا يدير كريمه الزبده العاديه. هاي بنتي راهي تشد لي في الغيسيبيون، وهنا حبيباتي درتها بلا بوش ادوي حبه فوق حبه بلا لا كريم هذيك تاع الزبده، ولصقتهم عادي. تقدري تلصقيهم بالمعجون، تقدري تلصقيهم كيما حبيتي، هذا يبقى اختياري. بصح بكريمه الزبده راح يعطيها طراوه، يعني ما تقعد في فصل الشتاء ما تخافوهاش كي ديروا كريمه الزبده تلصقوا بها، حد ضايل لكم يشد لكم بها. المهم حبيباتي هنايا هذوك لي كادر اللي راح نزينوا بهم درتهم في هذا المول اللي قد هذيك الحبه قد القطاعه هكذا، درناهم في الفريجيدار واحد ربع ساعه، ومن بعد تخرجيهم نورمال ديموليهم يخرجوا لك دي كادر اللي راح تحطي فيهم هذيك التصويره تاع العمره هكذا. وهذه التصويره تاع العمره انا مقطع فيها باش نوجدها، قطعتهم كامل وطول اللي كان ينشف لي هذاك الكادر هكذايا بهذه الطريقه. هامليك ودوبت شيكولا في الباماري، درناها في اللون الابيض، ومن بعد درتها بهذا الشكل باسكو كانت بزاف ثقيله شوكولا هكذا. ومن بعد هي راح تهبط وحدها. جبت هذيك الورقه والكادر تكون درت له هذاك اللماع الذهبي دوغي في الدوغي، وهاي ليك اني وجدتها فاصل، ماشي انا اللي وجدتها، بنت ام يوسف هي اللي وجدتها وانا كنت نساعد فيها برك، يعطيها الصحه. احنا درنا زوج لي موتيف، درنا هذاك الاول وزدنا الثاني قبل ما تنشف الشوكولا باش تلصق تمتم. وهذه العلبه اللي شرتها باش تحط فيها الكاطو تاعها، رفدت لها يعني رفدت لها بزاف. درنا فيها هذا النابخون في الارجون كيما لا بواط كيما الموتيف تاع لا بواط، وفتحنا هذاك الاورغونزا تاعها وبدينا نستفو في الكاطو. هذه كفكره اللي يحب يدير الكاطو للمعتمرين، احنا رانا في وقت العمره، الناس الحمد لله راحوا بزاف هذا العام، يعني وين دوري تسمعي او راح العمره فلان او راح فلان، يعني الحمد لله الناس بزاف راحوا للعمره هذا العام. هذاك السكر ديامو اللي درتو من الفوق باش يعطي لها هذيك اللمعه الشابه، ها هي بلا بغيونس الفوقانيه. كي ديروا سكر ديامو ما تخافوش تخسر لكم هذيك الورقه تاع الكوفريت، يعني تقعد على حالها. ومام كي حطيتهم لورغونزا يعني كانت شاده، درنا دوز ايطاج وهذاك الثالث من الفوق، يعني رفدت الله يبارك هذيك العلبه. وكيما كنتو تشوفوا زينو هما حاجه بريزونطابل وشابه ومام طونطريه وبنينه، ياكلوها بالصحه. وهكا غلقنا هذاك لورغونزا بسهوله، ترفدي غير هذيك الحاشيه وراح تغلق. حبيباتي ان شاء الله تكونوا عجبتكم هذه الوصفه وخديتو كفكره اللي حب يدير هديه كادو ولا ان شاء الله تكون عجبتكم. ودوك انا كيما العاده لازم نوري لكم حبه، نفتح حبه معاكم. ها هي بكل سهوله طريه هايله، راكو تعرفوا كريمه الزبده كيفاش تجي طريه، شوفوا تكسر وحدها، يعني حاجه بزاف هايله. نقول لكم حبيباتي نخليكم في امان الله، وما تنساوناش بلي جام ولي كومونتير وتزوروا صفحتنا في الانستغرام. نقول لكم سلام.